الانطلاقات نتابع التحديات، نتابع هنا هذا الانطلاق المميز الجميل هنا أيضا في هذه الانطلاقة المتميزة. هنا صدارة المقدمة وهملول سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يضم رسهيل بن مبارك بن مرقان الاكتبي من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول. محمس على المركز الثاني، محمس من هجن العاصفة يتابع غياث الهلالي من يأتينا على المركز الثاني، بينما المركز الثالث شاهين لسمو الشيخ ماجد بن محمد سمو الشيخ محمد بن ماجد بن محمد بن راشد المكتوم يتابع هنا محمد بن أحمد بالعكوي السلمي المنطلق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع ينطلق سراب سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ضمن أحمد بن سلطان بن رشيد من يأتينا على المركز الرابع، ولكن أرى التسلل الجميل هنا أيضا المنطلق هملول في هذه الانطلاقة لسمو الشيخ محمد بن زياد بن سيف بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين في انطلاقته المنطلق على المركز الرابع. المركز الخامس يتراجع سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم ضمن أحمد بن سلطان بن رشيد من يأتينا خامسا. وفي المركز السادس مغير هنا ينطلق من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي المنطلق هنا على سادس مراكزنا. وفي المركز السابع، المركز السابع الباز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم ضمن أحمد بن سلطان بن رشيد من يأتي بالباز هنا هذه الانطلاقة الجميلة، أحد الطيور الجارحة هنا ينطلق. وصل مياس، وصل مياس بهذه الانطلاقة ثامنا بهذا الأداء المميز الجميل لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أيضا ضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري المنطلق هنا على المركز الثامن، بينما المركز التاسع هنا القاطع بشعار هجن الغرافة سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني سالم بن عامر المدهوشي في تضميره. أما عاشر مراكزنا فيأتينا شاهين سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع عبيد بن محمد بالضبيعة. هذه هي النتيجة للمراكز الأولى المنطلقة في هذا التحدي المميز الجميل. نعود مشاهدينا الكرام إلى التحدي، إلى الانطلاق، إلى الإثارة هنا. وهملول على الصدارة، هملول على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة في هذا الانطلاق المميز الجميل هنا. هو التحدي المميز هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم ضمر سهيل بن مبارك بن مرخان المنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني، المركز الثاني يأتي هملول لسمو الشيخ محمد بن زياد بن سيف بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين في تضمير المنطلق بهذا التحدي الجميل. هناك من الجانب الآخر يأتينا محمس من هجن العاصفة يتابع غياث الهلالي، وهنا الوصول من شاهين لسمو الشيخ محمد بن ماجد بن محمد بن راشد المكتوم مع محمد بن حمد بن عكوي السلمي في تضميره. أما على المركز الخامس، المركز الخامس والتحديات الجميلة هنا من الباز المنطلق على المركز الخامس سمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعود المكتوم ضمن أحمد بن سلطان بن رشيد. وفي المركز السادس
ينطلق مياس على سادس المراكز لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعود المكتوم، ايضا مسري بن سالم بن عرطي الحميري من ياتينا على سادس المراكز في هذه التحديات الجميله. مغير هنا على المركز السابع في هذه الانطلاقه والتحدي الجميل من هجن العاصفه، يتابع غياث الهلالي، ومن الجانب الاخر سراب لسمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعود المكتوم، إضمرة أحمد بن سلطان بن رشيد في هذه التحديات الجميلة. المركز التاسع وصل القاطع على المركز التاسع، القاطع هنا على تاسع المراكز بشعار هجن الغرافة يتواجد بهذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي. هنا أيضا لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني بقيادة المدهش سالم بن عامر بن راشد المدهوشي المنطلق بهذا الأداء المميز الجميل مع القاطع. أما المركز العاشر، المركز العاشر ياتي هناك ايضا شاهين لسيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب سعد المكتوم مع عبيد بن محمد بالضبيعه في تضميره. هذه هي النتيجه للمراكز العشره الاولى المنطلقه بهذا التحدي في هذه المسيره والتحديات والاثاره. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود هنا الى الصداره، نعود الى المقدمه، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذه الانطلاقات الجميلة المسائية. هنا هو الصدارة والتغييرات التي تطرو وتجرو على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. ما شاء الله، مجموعة من الزمول يتواجدن، أو كوكبة هنا، كوكبة في هذه الحالة تتواجد، سبعة من الزمول هنا يتواجدن على المقدمة. هذا الانطلاق المميز الجميل في كوكبة متميزة، هناك الصدارة وهملول من غير وانطلق على المقدمة وعلى المركز الأول بهذا الشعار العيناوي المميز، دائما وأبدا يقدم جديد وجديد في مشاركاته المتميزة. شكرا يا أبو محمد على هذه المشاركات الجميلة على أرضية هذا الميدان وتواجد هذا الشعار المميز هنا بمعية رفاقه الشعارات أصحاب السمو الشيوخ على أرضية ميدان المرموم. هملول لسمو الشيخ محمد بن زياد بسيف بن محمد آل نهيان بمتابعة الصادق فضل الأمين مياس هناك من الجانب الآخر. بعد أن غادرنا لوحة الثلاثة كيلومترات، مياس ينطلق هنا مع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم، هو بقيادة الخبير في التضمير دائما وابدا ابو حمد مسري بن سالم بن عرطي الحميري لابس عقال السبق منكوس. يا ابو حمد هو مياس على المركز الثاني، بينما المركز الثالث وهنا الباز على المركز الثالث، الباز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم ضمر الخطير احمد بن سلطان بن رشيد. وعلى المركز الرابع، المركز الرابع هملول هنا على المركز الرابع سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعد المكتوم، ايضا مراهب مبارك سهيل بن مبارك بن مرخان ليجتبي احد شباب مرغم يتواجد هنا في التضمير مع هملول على المركز الرابع. وفي المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ محمد بن ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، هنا يتابع محمد بن احمد العكوي السلمي في التضمير على المركز الخامس. سادس المراكز محمس هنا مع العاصفة وهجنها في هذا الانطلاق المميز الجميل مع غياث الهلالي في التضمير المنطلق على المركز السادس. المركز السابع وصلت هنا هجن الغرافة قادمة بهذا الانطلاق الجميل مع القاطع القادم هنا لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني مع المدهش سالم بن عامر بن راشد المدهوشي في التضمير من ينطلق من الجانب الآخر. وهنا أرى الله المغير يغير ويغير على المراكز الأولى، مغير هجن العاصفة بقيادة
نادي غياث الهلالي ايضا قادم بتحدياته واثاراته. هناك ياتينا في هذه اللحظات سراب سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد. هذه هي الاسماء، ها هي الاسماء المتواجده المنطلقه بالتحديات بالاثاره. نعود الى الله الله الله، نعود والعود احمد هنا الى الصداره الى المقدمه الى المركز الاول وصدورة هذا الشوط الى مياس على الصداره، مياس على المقدمة، مياس على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة وعلى المقدمة. مياس مياس المنطلق بصدارة هذا الشوط لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم، يتابع مسري بن سالم بالعرض الحميري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يندفع بصدارة هذا الشوط هو المقدمة مع الكيلومتر الأخير. المركز الثاني ياتينا هملول لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيب بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين. هو مغير قادم، مغير قادم غاير على المقدمة، غاير على المقدمة من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. هنا بهذا الانطلاق المميز الجميل، الله ثلاثية 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 ولا أروع، ثلاثية جميلة بتحدي مميز. الله بدل مغير بدل مغير بدل مغير 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 يغير على الصدارة، يغير على المقدمة، يغير على المركز الأول باع العاصفة وهجنها بهذا الانطلاق المميز الجميل. هنا إذا مغير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، تهانينا على هذا الأداء الجميل للعاصفة وهجنها على هذا الفوز المميز لمغير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول بقيادة الأستاذ غياث الهلالي. هنا من ينطلق بهذه التحديات الجميلة والإثارة والإثارة وبدون أي أوامر حتى اللحظة. وهناك هملول، الله 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 هملول هملول هملول، ولكن مغير 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 ينتزع الفوز والناموس، لا يرضى إلا بالفوز، لا يرضى إلا بالناموس. تهانينا هجن العاصفة على فوز مغير بالمركز الأول. المركز الثاني هناك وصل هملول سمو الشيخ محمد بن ذياب محمد أنيان. المركز الثالث كان من نصيب مياس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب سعود المكتوم. المركز الرابع كان محمس من هجن العاصفة. خامسا كان القاطع لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بفيصل الثاني. وهنا سادسا سابعا سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. والتوقيت الزمني مع ابو عدنان ومتابعة الاستاذ ابو سالم. هناك ايضا في الاخراج المتميز هنا 13 دقيقة 24 ثانية، 9 من الاجزاء من الثانية التوقيت الزمني الذي سجل مع مغير من هجن العاصفة. تهانينا لمالكيها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب المكتوم. تهانينا كذلك الاستاذ غياث الهلالي. بينما المركز الثاني هملول قدم عرض يشكر عليه هنا ب 13 دقيقة 25 ثانية جزئين من الثانية توقيت الزمني. تهانينا لهجن سمو الشيخ ذياب سمو الشيخ محمد بن ذياب سيف محمد هنيان وللصادق فضل الأمين على هذا الأداء الجميل. هناك الوصول من مياس أيضا مقدم عرض يشكر عليه سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم. بمتابعة الخبير مسري بن سالم العرطي الحميري قطع المسافة في 13 دقيقة 27 ثانية 8 من الأجزاء من الثانية. نتابع مشاهدينا الكرام الانطلاقة، نتابع التحدي، نتابع الإثارة هنا في مسيرتنا ومسيرة أشواط التحدي.